ولنقاش ملف التطورات العسكرية في سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حماد. أهلا بكم سيادة العقيد. أهلا وسهلا، أسعد الله مساءكم. أسعد الله مساءك أيضا سيادة العقيد. وفقا لمصادر صحفية فإن الطيران الروسي قصف مجددا قرى وبلدات في ريف إدلب، ما الأهمية الاستراتيجية لإدلب وريفها لكي تكون هدفا للنظام وحلفائه بقصف المدنيين واستهدافهم؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. الروس لم يتوقفوا عن قصف المناطق المدنية والبنى التحتية إن وجدت حتى الآن بعد أن تم قصفها مرات عديدة، فهم يحاولون دائما أن يظهروا أنفسهم بأنهم يحاربون الإرهاب من خلال قصف المدنيين وتهجير المدنيين لكي تبقى الأرض فارغة للانقضاض عليها والسيطرة الميدانية عليها. هذا ما يريده الروس. أما الأهمية الاستراتيجية فتعتبر اليوم منطقة إدلب هي المنطقة الوحيدة التي يتواجد فيها الثوار والمعارضة السورية التي خرجت ضد نظام بشار الأسد، الذي يعني كما هو معروف قتل المدنيين، قتل السجناء، قتل المعتقلين، حتى الآن يمارس هذا الإرهاب ضد الشعب السوري. الروس يقفون بقوة مع هذا النظام حتى الآن مع الميليشيات الإيرانية التي توفر يعني التمسك في الأرض. من يتمسك اليوم في الأرض هي الميليشيات الإيرانية وعصابات واغنر التي تدعمها روسيا بشكل قوي. يأتي قصف النظام والحليف الروسي رغم اتفاق خفض التصعيد، ماذا تبقى من هذا الاتفاق في ظل كل هذه الخروقات الأمنية المستمرة؟ يعني خفض التصعيد هو عبارة عن أحجية حتى الآن، لأن الروس لم يتمسكوا بأي اتفاق منذ اتفاق حلب 2016 حتى الآن. هم يبرمون الاتفاقات وهم ينقضون هذه الاتفاقات بذرائع عديدة، منها أن هناك إرهاب، وهم يعتبرون كل من يحمل البندقية ضد هذا النظام هو إرهابي، لأنهم يؤمنون طبعا بالحسم العسكري والحل الأمني الذي يتبناه نظام بشار الأسد. وهم حتى الآن لا يعملون أي شيء من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي هم من وقع عليها، لذلك نراهم يوقعون الاتفاق ومن ثم ينقضون هذا الاتفاق بذرائع ودواعي ليست واقعية حتى الآن. وردت أنباء عن نقل الجيش التركي لنقطة المراقبة من مورك إلى جبل الزاوية، ما علاقة هذه التحركات بالدور التركي الضامن للاتفاق وما مدى نجاعته بعد الخروقات؟ حتى الآن تركيا تحاول بشتى الوسائل أن توقف عدوان النظام وأن تحافظ على ما تبقى من مناطق المعارضة وعلى السكان المدنيين الذين يصفهم نظام بشار الأسد بالإرهابيين، كما حصل في العام الماضي عندما قام بحملة عسكرية مدعومة من قبل الروس ضد هذه المنطقة، ومن خلالها تم تهجير أكثر من 1.5 مليون واستهداف المشافي والمدارس والأسواق وغيرها في مناطق سراقب ومعرة النعمان وخان شيخون وقلعة المضيق وغيرها. إذن هو يحاول حتى الآن بناء على سياسة القضم التي يتبناها، يعني قضم المزيد من الأراضي حتى يكون هناك واقع تغيير، واقع ميداني جديد. الأتراك يحاولون من خلال الاتفاقات مع الروس المحافظة ما أمكن، ولكن عندما يتم تفكيك النقاط التي هي بالأصل ليست قتالية، هي نقاط من أجل المراقبة ومنع الاحتكاك ما بين قوات النظام وقوات المعارضة السورية، عندما بقيت هذه النقاط داخل مناطق سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية أصبحت هذه النقاط عبارة عن عبء على القوات العسكرية التركية من حيث الإمداد اللوجستي والإمداد العسكري وغيرها. لذلك بعد فشل
المفاوضات من أجل تأمين عودة المدنيين والنازحين إلى قراهم. أتوقع هذا ما أتوقعه من خلال الاتصالات التركية الروسية، أتوقع أصبح لزاما على القوات الروسية التركية أن تتحرر من الضغوطات التي تتواجد فيها من خلال إمداد نقاطها في مورك وفي الصرمان وفي معرحقات، فأتوقع أن نقل هذه القوات أو نقل وإعادة انتشارها ونقلها إلى أماكن قد تكون أسهل بالإمداد وأسهل بالدفاع عنها وتمكين النقاط الحالية التي أقيمت في مناطق جبل الزاوية وفي مناطق المعارضة المحررة. لا تزال ميليشيا قسد تواصل هجماتها على القوات التركية وكذلك على الثوار في بعض الجبهات، إلى أي مدى تشكل الميليشيات الكردية تحديا لقوات المعارضة وتركيا على حد سواء؟ المعارضة السورية تقوم دائما بالحفاظ على الهدوء والأمن في هذه المنطقة وفي كل المناطق. المعارضة وتريد أن تعيد السكان إلى أهاليهم بدعم من القوات الحليفة التركية، لكن قوات البيكيكي وهي قوات إرهابية معروفة تريد إحداث واقع ديموغرافي على الأرض وتغييرا ديموغرافيا، هي تقوم دائما بعدة عمليات أو عمليات إرهابية ضد المعارضة السورية، ضد الجيش الوطني في رأس العين، في منطقة تل رفعت، في منطقة الباب، تقوم بإرسال المفخخات والمتفجرات التي رأيناها كيف يتم تفجيرها داخل المباني السكنية كما حصل في منطقة الباب مؤخرا. فهذه القوات تريد أولا إظهار المعارضة السورية والقوات التركية بأنها غير قادرة على حماية الأمن في هذه المناطق. شكرا جزيلا لك سيادة العقيد أحمد حمادة الخبير العسكري السوري، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.